السلام عليكم ورحمة الله، يا مرحبا وسهلا بكم معايا مرة ثانية على فيديو جديد ووصفات جداد. الفيديو اللي اليوم اخترت نشارككم هذو الخطوات البسيطة اللي نعدلهم تقريبا يوميا باش نحافظ على نضارة البشرة، يعني داخلين في العناية، نقدر نقولوا عناية يومية. العناية هذه اللي هعطيكم فيها مقشر خفيف على البشرة ويناسب بشكل كبير أصحاب البشرة الحساسة وحتى اللي بشرتها جافة، المقشر هذا اللي نعطيكم زين ما شاء الله، واللي نعطيكم مولي ماسك بسيط لنضارة البشرة ويصلح مولي تديريه لوجهك عقب منين تديري الخيط، يعني منين تعودي قلعتي الزغب من وجهك. خارج من الطفيلات اللي ينفو يديروا الخيط ولا العصير تقوم فيهم حمورية في وجههم، والله يقوم فيهم ذاك الحب الرقيق. فهذا الماسك زين عقب العصير ولا عقب الخيط، منين تغسلي مولي منه خطي لك مكعب من الثلج حتى هو يعاون باش البشرة تهدأ. فكيف قلت لكم هذه تقريبا عناية يومية، لكن هذا الماسك ما هو اللي ندير يوميا، أنا كل نهار نبغي نجرب شي جديد، نبغي نخبز تخبيزة جديدة. فالماسكات اللي يعطوني نتيجة راني نشاركهم معاكم، هما اللي ما ينفعوني ونجبر عليهم نتيجة عكسية أكيد عني ماني اللي نشاركهم معاكم. فخليكم معايا باش تعرفوا الخطوات اللي نعدل عقب الماسك باش نحافظ على بشرة صافية ونظيرة. قبل ما نبدأ لكم في الفيديو نبغي نشكركم يا الطفيلات واحدة واحدة، كل واحدة باسمها، كل واحدة قبضت من وقتها وكتبت لي كلمة زوينة في الكومنتير وشجعتني، وسواء فيهم في يوتيوب ولا في انستغرام ولا في الفيسبوك. فوني بكم الطفيلات ومشكورة على ثقتكم فيا، ومشكورة الطفيلات اللي جربوا اللحسة وجربوا الماسكات وجربوا زيت البرتقال ورسلوا لي تطبيقاتهم في الانستغرام. فوني بكم والله اللي قارة فيا يخليكم ان شاء الله. فاللي نحتاجه لهذا المقشر ملعقة كبيرة من الكوك، الكوك ديال الحلوى العادي اللي هو جوز الهند، واللي نضيف عليه ملعقة نص ملعقة صغيرة من السميد الناعم، يعني السميدة الرقيقة العادية اللي نعجنو بها، هي غير سودة الرقيقة، السميد الناعم، واللي نضيفو عليها ملعقة كبيرة من العسل، أي عسل عندكم مو ضروري يعود حر، وإلا قاع ما توفر العسل ديري فقط الكونفيتير. فلي نخلط المكونات جيدا، كيف قلت لكم هذا المقشر يناسب بشكل كبير البشرة الحساسة ولا البشرة الجافة، هو زوين ولطيف على البشرة، زقد ديريه يوميا ما يخسر شي. كيف نعرفوا عن التقشير يجي لها ثلاث نوبات في السيمانة، لكن هذا لأنه خفيف على البشرة فما يخسر شي لدرتيه يوميا. فكان هذا هو المقشر. فهون اللي نبدأ نطبقه على وجهي، اللي ندير تقشير خفيف للبشرة، نسمى ندير بحركات دائرية لكامل الوجه لا بالشور، نفوت من 5 دقائق ولا كاع 10 وانا نقشر وجهي. فهذا القماش زوين، كيف قلت لكم ما هو ثقيل على البشرة ويصلح للبشرة الحساسة. إلى عدتي دائما تتفاداي التقشير لأنهم يهيجوا البشرة، فنقول لك لا جربي هذا لأنه زوين، خصوصا إلى عدتي منين تعودي تتحفلي أو ديري الميكاب على وجهك تلاحظي قشور على البشرة من عند من بلاصة الخنافر والله في الحنوك وكذا. فسابق ما تتحفلي حاولي ديري هذا القماج باش دوك القشور كاملين ينقلعوا، حد انك عودي تحفلي باش يجي حفول نقي وزوين. فعلي نستمر على هذه الطريقة، ما تعجلو ومن تعودو تديرو قماش وجهكم لا بالشر عليكم، اعطو الخاطر للوجه.
مكونات الماسك هما اللي نحتاجو لملعقة كبيرة من نيدو أو اللي هو الحليب المجفف، وليه نضيفو قطرات من ماء الورد فقط القليل. نحاول عن نخلو الخليط شوية عاقد باش يسهل علينا نطبقوه على البشرة. فكيف قلت لكم الطفيلات، هذا ماسك ولو انه بسيط لكن فوائده على البشرة زينة. نعرفوا تبارك الله عن ماء الورد يطهر البشرة ويصفي البشرة، وكذلك نيدو زين قاع في الماسكات. فنخلو هذا هو قوامه باش يسهل علينا نطبقوه على الوجه. وهون الطفيلات بديت نطبقو على وجهي. وبغيت الله نقول لكم عن بالنسبة للطفيلات اللي منين يديروا الخيط لوجههم، والله لا صير والله شي ذا نفسه ويقعد بلاصة الخيط أحمر والله يقوم فيه حبوب. فعقب منين تدري لصير ايدك لهذا الماسك، ديري هذا الماسك راه يهدأ البشرة ويطفي عنك ذاك الحبوب. تقدري تعوضي نيدو بالطالك، لكن انا نفضل نيدو، دي لا نيدو مع الورد فهو مهدئ للبشرة. فعقب منين تغسلي من ذا الماسك مولي، خطي على وجهك مكعب من الثلج باش يعاون في تهدئة البشرة. هذا بالنسبة للطفيلات اللي يقوم فيهم حبوب والله حمورية عقب الخيط والله لا صير. فكيف قلت لكم اللي نبدأ نطبقه على كامل وجهي. هذا ماسك بسيط وسهل وما عنده شي وفوائده ياسر. إذا قدي تديريه يوميا لعتي تعكزي عن الماسكات، تعكزي عن خلط هذه وخلط هذه، فقط تديري نيدو وما ورد بالعجلة ما عندهم شي، وديري على وجهك وعودي اشتغلي وكملي همك عادي. فلنخليه على وجهي من 20 إلى نص ساعة. مهم منين تشوفيه نشف غسليه، من الأفضل قاع ما تغسليه فقط إلى عاد عندك كوتون ديس رغنيهم بشوي من مورد ومسحي به وجهك من الأفضل. وما ننسى الرقبة أكيد، كيف نقول لكم دائما أي شي نديره لوجهنا نديره حتى رقبتنا. فلي نخليه نص ساعة والله 10 دقائق، ويمنين ينشف ونغسل. وضريك من بعد ما غسلت وجهي ونشفته، تخطات نص ساعة وانا ندير الماسك على وجهي وغسلته، وضريك اللي ندهنه بزيت البرتقال او اللي هو بديل سيروم فيتامين سي. هذا زيت البرتقال شاركته معكم في القناة، وللي تسولني شنو هما فوائد زيت البرتقال اللي نقول لك عنه. يصفي البشرة خصوصا اللي عادوا فيك ليطاش. انا راني مداومة من ساعة تعدلت معكم في القناة وانا نديرو لوجهي، كل ليلة نديرو حتى في النهار. انتوما من الافضل ديروه في الليل باش بيكم راكم عارفين في النهار الزيت ما تعرفيش قديش مرقي والله شي الزيت والشمس داك ما يزقانا. انا هون درتو في النهار الا بيا اصلا وقتي كامل الا في الدار فما عندي مشكله. درتو مصيتو شوي بايدي ومن فم دهنت به وجهي. نتم ندير مساج على وجهي اللي يتشربوا مزيان، فما تخافوا هذا الزيت راه ما يخلي الوجه مدهن، بالعكس بالعجله تشربوا البشره ومفيد جدا. وراهم كاع جربوه الطفيلات عندي في الانستغرام ورسلوا لي صديقاتهم. فنقول لكم شكرا من هذا المنبر عنكم فايقين فيا وتجربوا وصفاتي واني بكم. وراهم اللي جبروا عليه نتيجه، كيف قلت لكم يصفي البشره. انا ماني اللي نشارك معكم وهو شي نفعني، كانوا فيا شوي من ليطاش وبعد ذلك الحمد لله ما تلاو. طريق سوء عنك تتمي تدهني به كل ليلة سابق ترقدي كأي سيروم، يا إما أنا يا إما ندير مرطب يا إما ندير هذا زيت البرتقال، لكن الأغلبية ندير الله هو. فكيف قلت لكم هو البديل الأرخص لسيروم فيتامين سي. لما توفر عندك باش تشريه من الصيدلية ولا كذا فعد ليه الراسك في الدار، فيعود نفس النتائج تقريباً.
فكيف قلت لكم اللي هي نسمى الماسي هي على وجهي، والطفيلات اللي هي نوصيكم على المساج ديال الوجه فهو مفيد جدا جدا، خصوصا اللي كتلاحظ في راسها عن فيها التجاعيد حول العين والله حد الفم. فمنين تعودوا ديروا المرطب فحاولوا عنكم تماصوا وجهكم مزيان، اعطوا الخاطر للوجه في المساج، سواء المساج سواء التقشير سواء الترطيب، فالوجه نحاولوا عنا نتهلاو فيه قد ما قدينا، لانه الى عدو تجاعيد في وجهك ما فينا واحدة تبغي يعود التجاعيد في وجهها وكذا. فننصحكم بالمساج. فكان هذا هو فيديو اليوم الطفيلات، ان شاء الله يعجبكم وان شاء الله تستفادوا منه، واللي ما فات اشتركت في القناة تشترك في القناة وخلوا لي لايك للتشجيع، واللي ما فات جات الانستغرام تتفضل تجيني، مرحبا وسهلا بها، خليت لكم الراحة ومحبس.